والدتي يا حبيبة القلب ويا نبض الفؤاد، كثير من أبناء الدنيا من أعطوني وأكرموني، ولكني والله لو جمعت كل أعطياتهم ما كانت قطرة من عطائك، ولو جمعت كل ما منحوني إياه ما كان ذرة من حنانك والدتي. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الحمل فقال: حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين. كيف أشكرك؟ كيف أشكرك يا من قدمت من جسدك، من تعبك، من سهرك، من راحتك؟ كيف أشكرك؟ كم أتعبتك وأنا صغير وأنا طفل صغير، وما استطعت أن أشكرك عندما كنت كبير. جاءت المنية، رحلت إلى الله سبحانه وتعالى، تمنيت أن لو دست بقدميك الطاهرتين على وجهي، تمنيت أن لو قمت في الليل حتى أؤديك شيئا مما فعلتيه معي، حتى أحملك، حتى أواسيك، لكنه أجل الله سبحانه وتعالى وكلنا بأجل الله راض. كم أشتاق إلى ضمة، كم أشتاق إلى قبلة، كم أشتاق إلى أن أشم راحتيك الكريمتين، كم وكم أشتاق. لكن أمل اللقاء بك إن شاء الله، وأمل اللقاء محقق عندما أتلو قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لعل الله تعالى أن يلحقني وأنا العبد المقصر، لعل الله أن يلحقني بك يا أمي، لعل الله تعالى أن يجمعني معك في أعلى فراديس الجنة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يرحمك بأوسع الرحمات، نسأل الله تعالى أن يكرمك وأن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة، نسأل الله تعالى أن يكتب أجرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يعطيك منازلهم إنه هو الرحمن الرحيم. حتى في الدعاء تراني أدعو بين الفينة والفينة، ثم أنسى وأنشغل في الدنيا، وعندما أرى أبنائي وما أقدم لهم وأتمنى أن لو زادوا في الشكر أتذكرك مباشرة وأقول: كم أنا مقصر أيضا في شكري لوالدتي، كم أنا مقصر في الدعوات لها، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا واجزهم عنا خير الجزاء. وأنت يا من متعك الله تعالى بطول عمر والدتك، عليك ألا تنسى أن الحياة فرصة، وأن حياة الوالدة في الحياة هي فرصة الفرصة، فلا تنساها واغتنم رضاها.